يتوصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. وللمزيد ينضم إلينا من أبو سمبل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمود جميل. محمود، صف لنا الأوضاع لديك الآن وحال من يتوافدون من المصريين أو الجنسيات الأخرى القادمين من السودان. أجدد بكم يعني الترحيب مرة أخرى سحر ومحمد، والتغطية المستمرة لتوافد السودانيين والرعايا الأجانب عبر معبري قسطل وأرقين. سأبدأ معكم بالأسر التي وصلت اليوم إلى معبر قسطل. عدد من الأسر السودانية التي وصلت بالفعل بعد انتهاء كل الإجراءات الخاصة بها في القنصلية في وادي حلفة، ثم التوجه إلى معبر قسطل للتمتع بكل الخدمات الموجودة ووجودهم على أرض مصر الشقيقة. في هذا السياق أيضا هناك مجهود يتم من إدارة الميناء المسؤولة عن معبر قسطل. كل المسؤولين في معبر قسطل يتواجدون على مدار الساعة منذ فتح أبواب المعبر للوافدين السودانيين، يتفقدون بالطبع الإجراءات التي تقدم لهم والتسهيلات التي تقدم لهم، والوقوف على إذا كان هناك أي مشكلة أو عائق يتم تذليل العقبات أمام الوافدين السودانيين إذا كانت هناك أي مشكلات في الإجراءات. فبالتالي كل المسؤولين موجودين لخدمة الأشقاء السودانيين وتسهيل كل الإجراءات وحتى خروجهم من معبر قسطل بسلام وأمان وصولا إلى مرسى حجر الشمس، ثم استقلال العبارات التابعة لمحافظة أسوان أو إلى القوات المسلحة المصرية. كل هذه الأسر التي تأتي والمواطنين السودانيين الذين يأتون إلى مدينة أبو سمبل، يعني كل كلمات الشكر والترحيب على ألسنتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا للسلطات المصرية وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتقديم كل الخدمات المتاحة، لأن هذه الخدمات تستقبلهم حتى من قبل دخولهم إلى بوابة معبر قسطل. نتحدث على سبيل المثال المنطقة المحايدة، إذا كانت هناك أي حالات تستدعي إلى المتابعة الطبية بيتم التنسيق ما بين السلطات والجهات هناك وما بين النقطة الطبية الثابتة سواء للهلال الأحمر أو حتى لهيئة الإسعاف المصرية، بدخول بعض الأطباء إلى هذه المنطقة المحايدة لمعالجة المرضى أو توفير عدد من الأدوية المختلفة، سواء نتحدث عن الأمراض المزمنة أو حتى نتحدث عن قياس الضغط. ومع وجود بالطبع السيارات الإسعاف المجهزة، إذا كانت هناك أي حالة تستدعي الذهاب مباشرة إلى المستشفيات تتوجه مباشرة عن طريق مرسى حجر الشمس والعبارات التابعة لمحافظة أسوان والقوات المسلحة لتتجه إلى مستشفى سمبل في مدينة أبو سمبل. وإذا كانت الحالة تحتاج إلى تدخل أكبر وبعض العمليات الجراحية الكبرى يتم التوجه إلى مستشفى أسوان التي قدمت الخدمات الطبية إلى أكثر من 300 حالة سودانية، بالإضافة إلى أكثر من 150 عملية جراحية ما بين كبيرة ومتوسطة، وأيضا ما يقرب من 150 حالة غسيل كلوي، بالإضافة إلى الخدمات والعيادات المتنقلة والثابتة في كل المناطق التي يتواجد بها السودانيين. والعبارات تعمل على مدار اليوم أيضا لاستقبال الوافدين مع وجود عدد كبير من الحافلات التي تنقل السودانيين إلى محافظة أسوان وإلى موقف كركر الدولي أو إلى محطة سكك حديد مصر. فبالتالي كل الأجهزة هنا، يعني سواء نتحدث عن وزارة الشباب والرياضة، عن محافظة أسوان، عن الهلال الأحمر المصري، عن حتى الأحزاب السياسية، كل الجهات هنا في محافظة أسوان تعمل على مدار الساعة لتقديم كل الخدمات والمساعدة والعون للأشقاء السودانيين لتوفر لهم يعني حياة كريمة موجودة في محافظة أسوان، وتوفر لهم السكن وتوفر لهم وسائل المواصلات في الراحة الممكنة. نعم، حسيسي بدعم الأشقاء السودانيين. نعم، مراسل التلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا من أبو سمبل، شكرا جزيلا لك.